بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلاب الأعزاء، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student first year of medical education lecture human anatomy module and introductions to the normal human body. Title: Joints. Joints. Definition of the joints. The joint is site of meeting between two or more bones. تعريف الجوينت هو التقاء بين عظمتين أو أكثر. ده التعريف بتاع الجوينت. Joints are classified by two ways. بنعمل تقسيمة للجوينت بطريقتين. Structural classifications and functional classifications. عن طريق تركيبة الجوينت في تقسيمة، وتقسيمة تانية عن طريقة الوظيفة بتاعت الجوينت. ادي الجوينت زي ما احنا شايفين structural classifications of the joint اهي، ودي تلات انواع من الجوينت according to structures. والstructures بتاع الجوينت يعني المادة اللي بين العظمتين وبعضيهم according to these materials بنقسم الجوينت. وهذه الماتيريال يا اما تكون fibrous joint زي ما احنا شايفين، ادي عظمه وادي عظمه واللي بيناتهم fibrous joint fibrous tissue فبنسميها fibrous joint. يا اما ادي بون وادي بون two bones or more bones والستراكشرز اللي بيناتهم cartilage في الحاله دي بنسميها cartilaginous joint. النوع الثالث اللي هو synovial joint وفي الحاله دي ادي bones وادي بون ثانيه واللقاء بيناتهم في كافيتي وفي synovial fluid في سائل زلالي في سائل هلامي موجود بين العظمتين وده الكافيتي ده بنسميه synovial joint على حسب نوع السائل الموجود اسمه synovial fluid. يبقى structural classification ثلاث انواع: fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. Functional classifications of the joint على حسب الوظيفة الحركة بتاعت الجوينت بنقسمهم. يا إما في نوع منهم اسمه سان أرسيروزس. سان أرسيروزس يعني أرسيروزس يعني مفصل. سان أرسيروزس ودون في الحالة دي اللي هو بنسميه اللي هو عبارة عن الفايبرس جوينت. برضك هو نفس الفايبرس جوينت والحركة بتاعته ما بتكونش موجودة. ما فيش موبيليتي. السان أرسيروزس ده there is no mobility اللي هو الفايبرس جوينت. تاني حاجة نوع منه أنفي أرسيروزيس ودون في degree of movement slightly movement في حركة بسيطة خالص functionally بيأدي وظيفة حركة بسيطة خالص. النوع الثالث اسمه دايا أرسيروزيس والدايا أرسيروز ده اللي هو عبارة عن synovial joint وفي high ring of movement في حركة كتير. يبقى functionally تلات أنواع: سان أرسيروزيس، أنفي أرسيروزيس، داي أرسيروزيس على حسب حركة المفصل. نبدأ واحد واحد منهم. ناخد الفايبرس جوينت اللي هو النوع الأولاني اللي اسمه سان أرسيروزس بالفانكشنال. أدي النوع الأولاني اسمه فايبرس جوينت. الفايبرس جوينت بنقسم لثلاث أنواع: سيوتشرز، نوع اسمه سيوتشرز، والنوع الثاني اسمه ساندسموزس، والنوع الثالث اسمه جيمفوزس. اس اس جي اس سيوتشر، اس الثانية عبارة عن ساندسموزس، النوع الثالث اسمه جيمفوزس. وكل واحد هنتكلم عليه ودول الكاركترز بتاعتهم ما فيش فيهم حركة. الفايبرس جوينت there is no mobility. هناخد أول نوع من الفايبرس جوينت اسمه سيوتشرز. السيوتشر أوف ذا سكال أول حاجة، أول نوع منهم سيوتشر أوف ذا سكال. ودون عبارة عن سيوتشر يعني زجزاج جاب بتوين ذا بون أوف ذا سكال، شكل أسنان المنشار، وبيكون مليان هذا الزجزاج سبيس بيكون مليان بفايبرس تيشو. والفايبرس تيشو بيحصل له اوسوفيكيشنز وبيعمل لي فايبرس ادهيجنز بتوين ذا تو بون وفيرملي ادهيجنز بتوين ذا تو بون عشان يعمل لي بروتكشنز للستراكشر انترنال ستراكشرز اللي هو البرين. والسيوتشر اوف ذا سكال دي مش موجود، السيوتشرز دي مش الجوينت الفايبرس جوينت اللي هو السيوتشر مش موجود غير في السكال. حوالي 22 عظمه السكال ماسكين مع بعض بسيوتشرز اوف ذا سكال، ماسكه السيوتشرز دي موجوده بيناتهم تعمل لي ادهيجنز للبون اوف ذا سكال. ولكن في اكسبشن وحيد، المندبل هو الوحيد الجوينت اللي بيتحرك في منطقه السكال والكرينيوم. يبقى المندبل هو الجوينت الوحيد اللي هو فيه حركه، اما الباقي كليتها سيوتشر اوف ذا سكال.
نوع تاني اسمه ساندسموز. والساندسموز دون ذا جاب بتوين ذا بون يا اما يكون نارو سبيس، والنارو سبيس ده هيكون فيلد باي ذا ليجامنت، ماسكه العظمتين في بعض بليجامنت. اوف زي ده عباره عن مين؟ عن الانفير تيبيو فيبولار جوينت او الديستال تيبيو فيبولار جوينت، ادي التيبيا وادي الفيبولا وممسوكين ببعض بليجامنت، هنا ما بتتحركش ثابته على طول. وده نوع من انواع اسم من الفايبرس جوينت اسمه ساندسموزس. في نوع تاني لو الجاب ده كبير، المساحه دي كبيره، بيعمل لي ممبرين هنا بنسميه انتر اوسياس ممبرين، اللي احنا شايفينه ده بين الالنا والريدياس. ادي الالنا في الفور ارم، سكيلتون اوف ذا فور ارم، ادي الالنا وادي الريدياس ماسكين في بعض في منطقه المنتصف بتاعهم ديا بجوينت اسمه انتر اوسياس ممبرين، نوع من الفايبرس جوينت اسمه ميد ريديو النر جوينت وميد تيبيو فيبولار جوينت اللي هو انتر اوسياس ممبرين. وده الوظيفه بتاعته بيعمل لي فيكسيشنز للبون وعدم السيبريشنز بتوين ذا بون. ثالث نوع من الفايبرس جوينت اسمه جيمفوزس، والجيمفوز ده بيج اند سوكت ابييرنس. ادي الجيمفوز وده موجود في الاسنان. التوس، التوس لها روت ولها نيك ولها كراون من فوق اللي احنا شايفينه، التاج بتاعها اللي احنا شايفينه ده. الروت بتاعها بيكون امبيدد مغروز في الجوينت، في الجوينت، في الجوينت مع مين؟ مع الابر جو او اللور جو. الابر جو اللي هو المجزلة الفك العلوي، واللور جو اللي هو المانديبول. فده امبيدد امبيكتد فيها، داخل فيها، مغروز فيها، لكن ماسك فيها برضك عامل اتاشمنت بفايبرس ليجامنت اسمها بريودنتال ليجامنت. ادي البريودنتال ليجامنت الحمراء اللي احنا شايفينها ديا بتمسك للروت اوف ذا توس مع ايه؟ مع البون اوف ذا جو، ابر جو او لور جو، المانديبول او المجزله. والبريودنتال ليجامنت ديا فايبرس ادهيجنس، نوع من انواع الفايبرس جوينت اللي هو اسمه جيمفوزس، والجيمفوزس مش موجود غير في الاسنان. ملخص لمجموعه الفايبرس جوينت موجودين اس اس جي، اختصارهم اس اس جي. الاس الاولين ستشر اوف ذا سكال اللي احنا شايفين هديا دي فايبرس جوينت. تاني واحد بعد منه الاس ساندسموزس اللي احنا شايفينه ده عباره عن الانتر اوسس ممبرين او الانفير تيبيو فيبولار جوينت. الجي اللي هي الجيمفوزس اللي هي عباره عن البريودنتال ليجامنت اوف ذا توس. تاني نوع من الكارتليج، تاني نوع من الجوينت من الارتكيوليشنز اسمه كارتيليجينس جوينت. والكارتيليجينس جوينت فيه درجه من الحركه، فيه درجه من الحركه. يبقى الكارتيليجينس جوينت دي السايت ادي بون وادي بون ثانيه، واللاين اللي بيناتهم او المفصل اللي بيناتهم بيكون فيه كارتليج. يبقى من وظائفه، من كاركترز بتاعته، ذا لاين بتوين او ذا سبيس بتوين ذا تو بونز ار كارتيليجينس. والكارتيليجينس جوينت بتنقسم الى تو ديفيجن. البرايمري كارتيليجينس جوينت بيكون الكارتليج دون هايلاين كارتليج. طيب ولو سكندري كارتيليجينس جوينت، وده بيكون الكارتليج ده فايبرو كارتيليجينس، فايبرو كارتليج. يبقى في نوعين من الكارتيليجينس جوينت، برايمري او سكندري. برايمري يبقى هايلاين كارتليج، سكندري يبقى فايبرو كارتليج اللي هو الاستراكشرز بتوين ذا تو بون. فايبرو كارتليج في السكندري، هايلاين كارتليج في البرايمري كارتيليجينس جوينت. لكن ناخدهم تاني في سب ديفيجن تانيه. البرايمري كارتيليجينس جوينت بتنقسم لاثنين، لنوعين، يا تيمبروري يعني مؤقت بيكون موجود لفتره مؤقته، يا بيرمننت. بيرمننت يعني مستديم، يعني بدنه مستديم ما بيتحولش، ما بتعظمش. يبقى دي البرايمري كارتيليجينس جوينت نوعين، تيمبروري اند ايه بيرمننت. طيب والسكندري كارتيليجينس جوينت نوعين برضك كمان، نوع منهم اسمه سيمفيسيس، سيمفيسيس التقاء بين عظمتين، ونوع تاني اسمه انتر فيرتيبرال ديسك، انتر فيرتيبرال ديسك. يبقى دول انواع الديفيجن بتاع الكارتيليجينس جوينت. ناخد واحد واحد ونتكلم عليه. ادي اول واحد فيهم البرايمري كارتيليجينس جوينت اللي هو برايمري كارتيليجينس، هناخد منه الاولاني اللي هو تيمبروري، الشيء الموجود وبعد فتره بيتحول تاني يبقى كالسيفاي. وده المثال بتاعه ايه؟ ادي الهيومرس اللي احنا شايفينها، خدنا الهيومرس، ادي السكيلتون اوف ذا بودي وادي الهيومرس، خدنا الهيومرس الابر اند اوف ذا هيومرس، ادي الهيد وادي الشافت. بينهم وبين بعض في حاجه اسمها ايبيفيزيال كارتليج او ايبيفيزيال بليد، وده عباره عن هايلاين كارتليج يعني برايمري كارتليجنس جوينت،
وتاني حاجه اتزا بيوبرتري بيتحول لهايلاين كارتليج دون لاوسيفيكيشنز يتحول لكالسيوم ويبقى يختفي. عشان كده بنسميه تيمبوراري برايمري كارتليجنس جوينت، يعني بيتحول لعظم بعد كده عند اكتمال نمو البونز. يبقى اول واحد منهم اللي هو تيمبوراري برايمري كارتليجنس جوينت اسمه ايبيفيزيال ابليت الاكزامبل بتاعه. بعد كده في بيرمننت برايمري كارتليجنس جوينت، ده ما بيتحولش بدنه زي ما هو كارتليج مدى الحياه بتاعت الانسان. هناخد مثال ليه اهو، الفيرست استيرنو كوستال جوينت، ادي الفيرست ارتكيوليشن، ادي الفيرست تريب بيتمفصل مع المانوبريم استرناي، ادي الفيرست تريب الضلع الاولاني بيتحد مع المانوبريم استرناي اهو بجوينت. النوع ده اسمه برايمري كارتليجنس جوينت. في الحاله دي بيرمننت، بيرمننت يعني مستديم، يعني باستمرار بدنه موجود ما بيتحولش لعظام. اما باقي الجوينت اللي مع الاسترنم دي فهي بلين سينوفيال جوينت، سينوفيال دي كليتها سينوفيال جوينت. اما الفيرست استرنو كوستال ارتكيوليشنز، استرنو كوستال ارتكيوليشن اللي هو الفيرست تريب دون مع الاسترنم، ده بيكون برايمري بيرمننت كارتيليجينس جوينت. تاني نوع اسمه ساك في الديفيجن بتاع الكارتليجينس جوينت، سكندري كارتليجينس جوينت. والسكندري كارتليجينس جوينت له كاركترز معينه، في درجه من الحركه، ايوه في بيرمننت، في ديجري سلايتلي ديجري اوف موفمنت، وممكن تتحد مع مجموعه من الجوينت تديني ايه كومبلكس موفمنت. لكن الميزه بتاعه السكندري كارتليجينس جوينت عاده بيكون في الميدل لاين اوف ذا بودي. ناخد اكزامبل ليه، ادي السيمفيس منطاي، ادي المندبول بينقسم لنصين، التقاء البودي بتاع المندبولز مع بعضه والتحام مع بعضه بنسميه سيمفيس منطاي، سيمفيس منطاي. تاني حاجه الارتكيوليشنز بتاعت مين، الاسترنم مع بعضيها، ادي الاسترنم اهي عظمه القص اللي هي الاماميه في الصدر دي، ودي لها اجزاء البودي والمانوبريوم والزيفود بروسيس بيتمفصلوا مع بعض وبيديني ارتكيوليشن سكندري كارتليجينس جوينت. تالت حاجه من ضمن الحاجات ادي هنا هنلقى الانترفيرتيبرال ديسك، ده سكندري كارتليجينس جوينت. كمان البيوبك سيمفيسيس التقاء البيوبس، العظمه دي اسمها بيوبس ودي اسمها بيوبس، بيلتقوا مع بعض من عظام الحوض، بيلتقوا مع بعض بجوينت اسمه بيوبك سيمفيسيس، وده بيسمح بحركه بسيطه في الفيميل في اثناء الدليفري في الشهر الاخير من الحمل. يبقى دي اماكن وتواجد السكندري كارتليجينس جوينت، ناخدهم واحد اوضح. او اول حاجه سيمفيس منطاي اللي احنا شايفينه، ادي المندبول، ادي جزء البودي في المندبول، وادي الجزء الثاني من المندبول الفك السفلي بيلتقي مع بعضه هنا بجوينت سكندري كارتليجينس جوينت اسمه سيمفيس منطاي. ثاني واحد ادي دي عظام الحوض اهي، الهيب جوينت على البوست سايد رايت اند ليفت، بيلتقي البيوبس اللي هو عباره عن جزء من الهيب بون، بيلتقوا مع بعض البودي اوف ذا بيوبس بيلتقي مع بعضه بحاجه اسمها سيمفيس بيوبس، ده جوينت سكندري كارتليجينس جوينت بيتحرك سلايتلي في موفمنت في التيرمينال ستيج اوف ذا بريجننسي في اثناء الولاده او قبل الولاده باشهر بايام بسيطه، بيعمل سيبريشن يدي مساحه اكبر للبلفس عشان الهيد اوف ذا بي بتعدي. تالت حاجه تالت اكزامبل اهو دي الاسترنم، ادي المانوبريوم استرناي، وادي البودي، وادي الزيفود بروسيس. المفصل اللي بين البودي والمانوبريوم والمفصل اللي بين البودي والزيفود بروسيس ده بنسميه سكندري كارتليجينس جوينت. غير كده كمان الانترفيرتيبرال ديسك اللي احنا شايفينه، ادي الفقرات اهي بينها وبين بعض غضروف هنا في المكان ده بنسميه انترفيرتيبرال ديسك، اللي احنا شايفينه ده عباره عن سكندري كارتليجينس جوينت. طيب ممكن يجي سؤال في الكلام اللي قلناه ده كله، ايوه ممكن يجي سؤال، يجي سؤال بالصوره اللي احنا بنتكلم عليها دي. اول حاجه questions the intervertebral disc is one of the following articulations، fibrous joint ولا hinge synovial joint ولا plain synovial joint ولا primary cartilaginous joint ولا secondary cartilaginous joint؟ طبعا secondary cartilaginous joint الاجابه الصحيحه. سؤال تاني عشان ابنائي وحبايبي في الام سي كيو والحاجات دي بتيجي في الامتحانات كتير، مفيش جوينت بتعدي من امتحان الا لما تيجي فيه اسئله. طيب سؤال تاني اهو، ذا سيوتشر اوف ذا سكال از وان اوف ذا فولوينج ارتكيوليشنز، يا ترى هتكون فايبرس ولا هينج ساينوفيال ولا بلين ساينوفيال ولا برايمري كارتليجنس ولا سكندري كارتليجنس؟ طبعا بنختار الاجابه الاولى اللي هي فايبرس جوينت.
بعد كده synovial joint، والsynovial joint اسمها دايا ارثروز زي ما اتكلمنا في الاول. والsynovial joint these types of the joint provide to mobility of the body movement، بيخدم في البودي موفمنت كليتها. The most of them are found in the appendicular skeleton، عادة بيكون موجودين في الابنديكولار سكيلتون اللي هو الابر لمب واللور لمب، واللي احنا شايفينه دون هو عبارة عن synovial joint اللي هنتكلم عليه. ولو هاي رينج اوف موفمنت يعني يعمل فليكشن واكستنشن وفليكشن وابدكشن وادكشنز واليفيشنز وروتيشن، بيعمل كل الحركات الموجوده. الصوره دي بتبين لي ان هذا النوع من الجوينت، هذه الانواع من الجوينت بتعمل لي حركات الموجوده كليتها، فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن روتيشنز، كل الحركات بتعملها لي المفاصل اللي هي synovial joint، ودي اكتر حاجة مسؤولة عن mobility of the body. طيب هناخد اول حاجة نقطة مهمة، الكاركترز of synovial joint. إلها كاركترز؟ ايوة إلها كاركترز. اول حاجة it allowing high range of movement، بتسمح بحركة كتير زي ما قلنا flexion و extension و abduction و adduction و rotation وهكذا. طيب ايه تاني من الكاركترز بتاعتها؟ اول حاجة بنلاقي البونز، ادي عظمة وادي عظمة، الارتيكولار سيرفيس بتاعها كفرنج باي هايلاين كارتلج، متغطيه بسيرفيس من الهايلاين كارتلج، دي تاني نقطه بنتكلم عليها. بعد كده الجوينت التو بونز ما بيلمسوش بعض، ده بينهم وبين بعض في كافيتي، الكافيتي ده اسمه كافيتي synovial كافيتي. بعد كده synovial كافيتي رقم 3 في الكاركترز اللي احنا، او رقم 4 في الكاركترز، synovial كافيتي lining اهو internally covered internally by the synovial membrane. والsynovial cavity موجود في synovial fluid، بيساعد على عمليه lubrications، والsynovial fluid secreted by bursa. غير كده الجوينت نفسه covered externally by the fibrous capsule، في fibrous capsule بيعمل لي covering لمين؟ للجوينت، وبيعمل لي support له اللي هو ليه فايبرس كابسول، وبره الفايبرس كابسول فيه ليجامنت وفيه ماسلز كمان. يبقى الكاركترز بتاعت synovial joint خمس حاجات مكتوبين قدام منك اهم في غايه الاهميه الخمسه. رقم واحد اللو هاي رينج اوف موفمنت، رقم اثنين ذا articular بارت اوف ذا بون كفرد باي ذا هاي لاين cartilage. غير كده synovial joint هاف كافيتي بتوين ذا بون، والكافيتي فيلد وذ ذا synovial fluid، والsynovial fluid سيكي فلويد وظيفته يعمل للابريكيشنز. غير كده الكافيتي سراوند باي synovial ممبرين وكفرد باي كبسول، والكبسول عليه ليجامنت وايه مجموعه ماسل. الخمس نقاط دول مهمين جدا وبيجوا في الامتحانات. تعال بيجوا ازاي؟ السؤال بتاعهم اهو شورت ايزي كويتشنز مودلز فور ذا اكزامينيشن، جيف ان اكونت ان ذا كاركترز اوف ذا synovial joint. يبقى الكاركترز هتحط لي الخمس نقاط دول. السؤال بيجي بالطريقه دي اللي هو easy questions short easy questions. بعد كده stability of the joint، synovial joint الجوينت ماسك في مكانه، ثابت في مكانه ليه؟ ايه اللي مثبته؟ ايه اللي عامل له support في مكانه؟ there are four factors for responsible for the stability of the joint. اول واحد shape of the joint، number one shape of the joint ده من ضمن الاستابيليتي، زي الكوره اهو بول اند سوك، زي الكوره داخله في حلقه هتطلع منها ازاي؟ بيعمل الاستابيليتي، ده رقم واحد الشيب اوف ذا جود. رقم اثنين فايبرس كبسول، الاحمر اللي احنا شايفينه ده اسمه فايبرس كبسول، والفايبرس كبسول بيمسك لي العظمتين في بعض. بعد الفايبرس كبسول في حدانا رقم ثلاثه اللي هي عباره عن مين؟ الليجامنت. ادي الليجامنت، ادي رباط من فوق اهو ماسك لي الجوينت ما يطلعش لفوق، ورباط من تحت رقم 3 هو ما يمسكش الجوينت ما يطلعش لبره، وادي رقم 3 ما يطلعش لاترالي. يبقى مجموعه اربطه حوالين الجوينت اي synovial joint حوالين ليجامنت. بعد كده عباره عن السموس ماسل او الشورت ماسل، سوري الشورت ماسلز اللي حوالين الجوينت، ادي مجموعه عضلات صغيره موجوده حوالين الجوينت بتعمل لي سبورت وستابيليتي للجوينت. اربعه ستراكشرز، الاربعه ستراكشر شيب اوف ذا جوينت، الكابسولار ستابيليتي، بعد كده الليجامنتال ستابيليتي اللي هي مسؤول عنها الليجامنت، بعد كده ماسكولار ستابيليتي اللي مسؤول عنها الماسل. اربعه ستابيليتي فاكتورز فور اني synovial joint، نحفظهم تماما بيجوا في الامتحان. بعد كده بلاد سبلاي اوف ذا جوينت، اي مفصل من المفاصل بيعدي عليه بلاد سبلاي، بيدي له ارتيريال سبلاي وبياخد منه فينوس درينج زي هو اللي احنا شايفين. انتيريور تيبيال ارتري بيدي هنا ارتيكولار برانش، بيدي هنا هو انفيرو لاترال جينيكولار برانش، جينيكولار يعني مفصلي،
الشريان ماشي اهو، بوبليت الارتري بيدي جينيكولار برانشز، يخش يغذي المفصل نفسه بتاع الركبه، ارتيريال سبلاي بتاع الايه بتاع الني جوينت. ادي يبقى عرفنا اي بلاد فيزلز بيعدي من جنب الجوينت بيدي له ارتيريال سبلاي. غير كده النيرف سبلاي كمان بيمشي حسب قانون اسمه هيلتونز لو. هيلتونز لو ده اسم مشهور قوي في الفنادق وفي عالم السياحه. هيلتونز لو ده عالم اسمه هيلتونز، وده قال ايه؟ اني جوينت تيكينج سنسوري انرفيشن سنسوري برانش فروم ذا نيرست بريفرال نيرفز. ادي الجوينت اهو ماشي عليه نيرف، النيرف ده اسمه سياتيك نيرف، يقوم يدي هنا ايه يدي له نيرف سبلاي من سياتيك. تيبيال نيرف بيدي له ايه نيرف سبلاي، بيدي له برانش. كمان كومن برونيال نيرف بيدي له برانش، وهكذا اي جوينت بيعدي عليه بريفرال نيرف بيدي له برانش سنسوري برانش للجوينت. يبقى عرفنا نيرف سبلاي وبلاد سبلاي اوف ذا جوينت. كلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينت. الكلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينت بنبص عليها اول حاجه على حسب الحركه بتاعتها يوني اكسيال جوينت. اليوني اكسيال يعني بيعمل حركه واحده فليكشن واكستنشن فقط، ابدكشن وادكشن فقط، روتيشن بس، ودول نوعين اثنين. يبقى اذا اللي بيعمل حركه واحده اكوردنج تو وان بلين اوف ذا بودي ده عباره عن ايه؟ نوعين من الجوينت موجودين في الجسم. اول واحد منهم اسمه هينج سينوفيال جوينت. الهينج سينوفيال جوينت زي المفصله اهو، عباره عن مفصله يفتح ويقفل فليكشن واكستنشن وهكذا. ده عباره عن ايه؟ المثل بتاعه الموجود في البودي اول واحد اهو الالبو جوينت. الالبو جوينت اللي موجود بين الارم والفور ارم بيعمل فليكشن واكستنشن بس، يبقى ده اسمه هينج سينوفيال جوينت. طب كمان في نوع تاني اهو اللي احنا شايفينه باللون الازرق دول اللي هي انترفالنجيال جوينت. الانترفالنجيال جوينت كمان هو اخر من ضمن الحاجات اللي هي الهينج سينوفيال جوينت. رقم ثلاثة الانكل جوينت. ادي الانكل جوينت هو برضك نفس الكلام بتاع القدم والرجل، دول بيعمل الانكل جوينت الكاحل، مفصل الكاحل ده الحركه بتاعته فليكشن واكستنشن. يبقى دول اول نوع اسمه هينج سينوفيال جوينت بيعمل تو وان موفمنت اكوردنج تو وان بلين. يعني ادي النوع الاولاني. النوع الثاني برضك مليوني اكسيال اللي هو البيفوت سينوفيال جوينت. بيفوت يعني محوري بيلف بدور، مفصل دوار زي ما احنا شايفين، ادي المفصل دوار. والمفصل الدوار دي موجود في مكانين اثنين في الجسم. اول حاجه في بين بتوين ذا فيرست اند سكند سيرفايكال فيرتيبري، ادي الفيرست سيرفايكال فيرتيبري اللي اسمها الاطلس، والسكند اسمها الاكسس. بيدوروا محاورين بعض دائريا، حركه دائريه بيعمل روتيشن حوالين بعضه زي حركه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله اللي احنا شايفينها دي. الحركه الصوره اللي قدام منا واضحه خالص. الحركه دي الروتيشنز دون اللي بيعملوا مين؟ بيفوت سينوفيال جوينت اللي هو اطلانتو اكسيال جوينت. في نوع تاني والله نوع تاني مكان تاني في البودي بيفوت، مكانين اتنين بس في البودي. ادي مكان في السيرفايكال ابر سيرفايكال ارتكيوليشنز. تاني حاجه النوع التاني في الفور ارم بين الالنا والريدياس، ادي الالنا وادي الريدياس السكلتون اوف ذا فور ارم الابر ارتكيوليشنز بتوين ذا الالنا اند الريدياس. يبقى السبيرور ريديو النر جوينت ده نفس الكلام بيعمل لي حركه اللي هي سوباينيشن وبرونيشن، حركه الايد زي ما احنا شايفين كده سوباينيشن وبرونيشن، دي حركه دواريه اللي هي عباره عن بيفوت سينوفيال جوينت. تاني حاجه في الكلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينت باي اكسيال جوينت، والباي اكسيال جوينت ده بيعمل حركتين فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن. طب ده موجود في اي مكان؟ شكله زي ما احنا شايفين اسمه كوندايلويد او اليبسويد. كوندايلويد او اليبسويد ده موجود في انهي مكان؟ اول حاجه بتوين ذا ميتا كاربال بون والبروكسيمال فالينكس، فبنسميه ميتا كاربو فالينجيال جوينت. ادي الميتا كاربو فالينجيال جوينت، وده بيعمل لي يخلي الصباع يعمل فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن. ثاني نوع من الباي اكسيال جوينت اللي هو اسمه سد جوينت. السد الجوينت ده عباره عن شكل السرج بتاع الحصان طبعا، وده موجود في مكان واحد في البودي عند البيز اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون. التمفصل بتاع البيز اوف ذا ميتا اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون مع مين؟ مع الترابيزيا. الجزء دون الصباع الكبير اللي هو الصمب البيز بتاعه، التمفصل بتاعه الفيرست ميتاكاربال بون مع الترابيزيا ده بنسميه سدل شيب سينوفيال جوينت. وده بيسمح لي بايه؟ بحركتين نفس الكلام abduction وadduction وflexion وextension by axial joint.
نمرة ثلاثة برضك موجود إليبسويد، والإليبسويد جوينت دون بيضاوي الشكل. أدي كونفكس سيرفيس مع بتمفصل مع كونكيف سيرفيس. الكونكيف سيرفيس اللي هو احنا شايفينه فوق دون مع الكونفكس سيرفيس اللي تحت دون، مجموعة الكربال بون اللي تحت بتتمفصل مع البيز اوف ذا ريديوس والبيز اوف ذا ألنا، وده بنسميه الريست جوينت. بنسميه كوندايلويد أو بنسميه إليبسويد، الاتنين تمشي، كوندايلويد صح وإليبسويد صح. ده الريست جوينت باي أكزيال جوينت. بعد كده في مالتي أكزيال جوينت، النوع الثالث من الساينوفيال اسمه مالتي أكزيال جوينت. والمالتي أكزيال جوينت ده بيسمح بهاي رينج أوف موفمنت، وده موجود في مكانين في البودي اللي هو عبارة عن كرة بول أند سوكت. بول أند سوكت كرة في المسقط بتاعها، يعني كرة في الجراب بتاعها، موجودة في الجراب بتاعها. ده بيسمح لي بفليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن وروتيشنز، ميديا روتيشن، لاتر روتيشن، وسيركمدكشن، بيعمل لي مجموعة كبيرة من الحركات كليتها. وده موجود في ناحيتها في الشولدر جوينت زي ما احنا شايفين اهو الهيد اوف ذا هيومرس مع الجلينويد كافيتي، وكمان موجود في الهيب جوينت مع مين؟ الهيد اوف فيمر مع الاسيتابلم اوف ذا هيب بون اوف ذا هيب بون، ودون بيديني الهيب جوينت. يبقى دول المثالين بتاعوت البول اند سوكت، ومش موجودين غير في المكان دول، في المكان دي في سابودي. Other types of joint of synovial joint، في انواع تانية موجودة من synovial joint بنسميها بلين او gliding joint. البلين ده السطح بتاعه بيبقى متمفصل، بيتزحلق على بعض. gliding يعني تزحلق، عملية تزحلق، عظام بتتزحلق على بعضها. ودي موجودة فين؟ في الكربال بون. يبقى ادي مجموعة الميد كربال بون بين العظام بتاعت كف اليد اللي هي الكربال بون، بين العظام وبعضيها ميد كربال بون وميد ترسال بون، كمان نفس الكلام اسمه جلايدنج. كمان في واحد مهم جدا درسناه في سنة اولى، بندرسه في سنة اولى دايما اهو، اللي هو عبارة عن اسمه كروميو كلافيكولار جوين، ده بلين ساينوفيال جوين. وده عبارة عن السطحين زي بعض مستويين، تو بلينز بيحكوا في بعضهم، بيعملوا جلايدنج تزحلق مع بعضهم، يدوني جلايدنج موفمنت. طيب في نوع تاني اسمه كومباوند جوينت، ده سطحين مختلفين، يعني الكافيتي بتاع الجوينت بيتمفصل مع سطحين مختلفين، جزء منه كونفكس وجزء منه كونكيف، يبقى بيديني مستويين من الحركة، عشان كده بنسميه كومباوند جوينت. وده موجود في ناحية في المفصل التي ام جي اللي هو تيمبرو مانديبولار جوينت. التيمبرو مانديبولار جوينت هو المفصل اللي بين الفك السفلي وبين الجمجمه، يبقى اذا دون اسمه تيمبرو مانديبولار جوينت، وده اسمه كومباوند ساينوفيال جوينت. سمري فور ذا ساينوفيال جوينت، حاطين لك صوره كامله بانواع الجوينت بالسكيلتون. لو جينا بصينا عليها، ادي اول واحد اهو اللي هو عباره عن كروميو كلافيكولار جوينت دوبلين ساينوفيال جوينت. الهنج عبارة عن الالبو جوينت جايبينه اهو. بعد كده عبارة عن مين؟ الساتلي شيب اللي احنا شايفينه دون البيز اوف ذا سامب بارتيكوليشنز مع الترابيزيوم. بعد كده ادي الكوندايلويد، ادي الكوندايلويد الميتا كاربوفالينجيال جوينت. وكمان لو بصينا هنا خدنا الهيب جوينت عبارة عن البول اند سوكت، وخدنا كمان منطقة الهيد الابر سيرفايكال ريجونز الاكسس والاطلس الارتيكوليشنز بتاعهم خدناها بيفوت ساينوفيال جوينت. وكمان البيفوت ساينوفيال جوينت حطينا لك واحد معه ما هو السيبير ريديو ألنر جوينت. صورة جمع لك كل الساينوفيال جوينت مع بعضيه. الصورة دي صورة جعمل لك سيماري فيها للساينوفيال جوينت كليهيته بالفرايتس بتاعته، ادي كل نوع بالفرايتس بتاعته والاكزامبل بتاعه في البودي، عشان لما يجي لك سؤال ما تلخبطش فيها. اول واحد اللي هو عبارة عن البيفوت، ودون موجود في مكانين في الجسم، اتلانتو اكزيال جوينت، تاني حاجة بروكسيمال ريديو ألنر جوينت. الهنج ساينوفيال جوينت ده في ناحية في الني والإلبو والأنكل جوينت والإنترفالينجال جوينت، أدي ده أماكنه موجود في أربع أماكن. طب بعد كده الكوندايلويد، والكوندايلويد ده موجود في أنهي مكان؟ قلنا موجود في الميتا كاربوفالينجال جوينت وفي الريست جوينت، ده الكوندايلويد. بعد كده الكومباوند ده موجود في مكان واحد، في مكان واحد بس اللي هو تيمبرو مانديبولار جوينت اللي هو الكومباوند المركب ده. بعد كده السادلي شيب ده موجود في مكان واحد برضك ورا اخر اللي هو عباره عن فيرست كاربو ميتا كاربال جوينت في الصمب، في البيز اوف ذا صمب، ده المكان بتاعه. بعد كده البول اند سوكت موجود في مكانين، الشولدر جوينت والهيب جوينت. بعد كده رقم سبعة، سبع فرايتس موجود.
اللي هو عباره عن البلين، البلين ساينوفيال جوينت، موجود فين؟ اكروميو كلافيكولار جوينت، والميد كاربال اند ميد تارسال جوينت، والسبير اند انفيرور articulations of the superior and inferior articular process of the vertebrae. يبقى ديا الجوينت synovial joint بالفرايتس بتاعها. لما اجيب واحد منهم سؤال في الام سي كيو تقوم انت عارف الفرايتس بتاعه ايه ونوعه ايه. تعالوا نشوف ادي نظام الاسئله اللي بيجي فيها. The elbow joint is one of the following articulations: fibrous joint ولا hinge synovial ولا plane synovial ولا primary cartilaginous ولا secondary. طبعا الاجابه الصحيحه hinge synovial joint. طيب سؤال تاني عشان خاطر ابناء الاحباء، تعالوا نشوف الشولدر جوينت ماله. از وان اوف ذا فولوينج ارتكيوليشنز، وحاطين لك بول اند سوك، فايبرس جوينت، ها هينج ساينوفيال جوينت، برايمري كارتيليجنس، سكندري. على طول ده بول اند سوك ساينوفيال جوينت، وهكذا بتيجي الاسئله بالطريق. بعد كده سؤال تاني ممكن نجيبه براكتيكال، والسؤال البراكتيكال ده ممكن نجيب لك ساينوفيال جوين زي كده ونعلم لك على حاجه من الاستراكشرز بتاعته زي ما احنا معلمين كده، ايدنتيفاي اند ايدنتيفاي ذا بوينت استراكشر، واللي احنا شايفينه ده عباره عن الساينوفيال ميمبرين. ممكن نحطه على البون، على الكارتليج، على الكبسول، على اي مكان، فلازم تكون عارف التركيبه دي، بتيجي كتير في الامتحانات. بعد كده سؤال تاني براكتيكال، احط لك علامه كده ايدنتيفاي ذا بوينت استراكشر، تقوم تقول لي نوعه ايه اند فرايتس نوعه ايه والفصيله بتاعته ايه. تقوم تقول لي انكل جوينت synovial جوينت، والفرايتس بتاعته ده عباره عن ايه نوعه ايه، ده من النوع الهينج synovial جوينت. يبقى بنقول انكل هينج synovial جوينت، ده الاجابه بتكون كده. ثانك يو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.